ينضم إلينا من العاصمة بيروت حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. أستاذ فيصل، مرحبا بك. هل كان زلزال المغرب متوقعا؟ مساء الخير. بداية، دائما في الحركات التكتونية أو حركات طبقات الأرض، موضوع التنبؤ بالزلازل هو موضوع جدا شائك، ولكن في نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. آثار التغير المناخي من ناحية زيادة درجة حرارة الأرض أثرت بشكل كبير على حركة الصفائح القارية، وهي إحدى الأسباب التي تعزى للأنشطة الزلزالية مؤخرا في العديد من مناطق العالم. طبعا التنبؤ بالزلازل بناء على معلومات علمية، ممكن التنبؤ بفترات أنه سيحدث ممكن خلال ال10 سنوات القادمة أو ال5 سنوات القادمة، ولكن من الصعوبة بمكان أن نحدد إمكانية التشخيص الدقيق والتنبؤ الدقيق بمكان وزمان حدوث الزلزال وشدة هذا الزلزال. طيب، هناك أيضا بعض التقارير التي أشارت إلى تغريدة نشرها الخبير الهولندي فرانك هوغريتس قبل وقوع الزلزال ب5 أيام، توقع فيها أن يحدث زلزال لكنه لم يحدد المنطقة الجغرافية التي سيقع فيها هذا الزلزال. أنتم كيف تنظرون إلى مثل هذه التوقعات؟ بداية، نحن لسنا بمكان لنحكم على مصداقية أو عدم مصداقية التنبؤات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن النقطة المهمة جدا هي يوجد دائما دراسات من ناحية تردد هذه الزلازل في الأماكن. مثلا خلال ال100 أو ال200 عام الماضيين، أين حدثت الزلازل، النشاطات، الأنشطة الزلزالية، طبقات الأرض، الصفائح القارية، هي كلها معلومات علمية مراكز البحث الجيوفيزيائية تحللها، وبناء عليها تحلل التوقعات من ناحية التوجهات. ولكن إمكانية التشخيص الدقيق، لأنه كل يوم يحدث مئات الزلازل في العالم، طيب. بعضها نشعر بها وبعضها لا نشعر بها أبداً. طيب أستاذ فيصل، أنت ربطت بين التغيرات المناخية وحركة الزلازل، كيف يمكن أن نفهم هذا الربط جيدا؟ كيف تؤدي التغيرات المناخية إلى الزلازل؟ زيادة احتباس درجة حرارة الأرض بالنهاية تؤثر على تمدد الطبقات القارية، وهذا يؤثر على طبقات الأرض وتحرك طبقات الأرض، وهذا موضوع مجال بحث علمي مؤخرا من ناحية تأثير الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة أن تكون إحدى الأسباب التي تؤدي، وليس السبب الوحيد، إحدى الأسباب التي ستؤدي إلى المزيد من الزلازل في العالم وزيادة شدة هذه الزلازل، وليس تكرارها أو تواترها. طيب، تاريخ منطقة حوض المتوسط فيما يتعلق بحدوث الزلازل، ما الذي يمكن أن يقال فيه هنا؟ حسب المعلومات التاريخية والمرجعيات التاريخية، وعندما ننظر إلى هذه الأرقام وإمكانية حدوثها، العديد من المناطق تتحدث عن حدوث زلزال مدمر في مكان معين كل 100 أو 200 عام، ولكن هذا التكرار التاريخي هو ليس المعيار الوحيد. هناك أيضا موضوع مثل ما ذكرنا، الاحتباس الحراري. كمثال، المنطقة التي ضربها الزلزال البارحة في مراكش، في جنوب غرب مراكش، لم تتعرض لأي نشاط زلزالي ذو أثر خلال 100 عام المنصرم، والزلزال الأقصى الذي ضرب هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام لم يتجاوز ال5 درجات على مقياس ريختر. فهذه العوامل كلها تؤثر أيضا على مدى التأثر. يعني إذا حدث زلزال في منطقة صحراوية ليس وجود سكاني فيها، لن يهمنا جدا هذا الموضوع، ولكن يهمنا من ناحية التحليل العلمي، ولكن يهمنا هو الأثر الإنساني على السكان والساكنين في هذه المناطق. طيب، هل تتوقع التوابع لهذا الزلزال بهزات أخرى؟ طبعا دائما يوجد توقع للهزات الارتدادية، ولكن دائما ننبه السكان والمجتمعات المحلية لتتبع المعلومات من مصادر موثوقة كالهلال الأحمر والصليب الأحمر، المصادر الرسمية. هذه المعلومات من المهمة بمكان لأخذ الحيطة، وأيضا عدم العودة السريعة إلى المناطق دون دراسة سلامة المباني، إمكانية الوصول لخدمات الطوارئ. الهزات الارتدادية ممكن أن تكون لا سمح الله على نطاق أعلى وشدة أعلى، وممكن تكون ذو أثر لا يذكر من ناحية مقارنة مع الأثر الأساسي، ولكن
إذا حدث زلزال بمقياس 7 ريختر على سبيل المثال أدى إلى اهتزاز بعض الأبنية وتصدع بعض الأبنية، وجاءت هذه ارتدادية ممكن أن تؤدي إلى سقوط هذا البناء. طيب فمن المهمة بالمكان مراقبة وثيقة مع المصادر الموثوقة لهذه المعلومات. طيب ولكن هذه التوابع الارتدادية هل يمكن أن تطال بعض الدول المجاورة للمغرب؟ طبعا آثار الزلزال مساء البارحة شعر بأثره في جنوب إسبانيا وفي البرتغال وحتى في المناطق الحدودية المغربية الجزائرية. هذا الموضوع يرجع لشدة الزلزال، مدى تواجد الطبقات أو المدن أو المراكز التي تمتص هذه الهزات أو امتداد هذه الهزة، مع العين بأخذ الاعتبار أن الهزات كلما كانت أقرب إلى سطح الأرض كلما كان انتشارها أوسع. فمن المهمية من الأهمية مكان النظر إلى الموضوع من الناحية العلمية أيضا. الهزات الارتدادية ممكن تصل لمناطق محدودة محليا وممكن تمتد حسب النطاق الجغرافي الذي نتحدث عنه أيضا من ناحية الوصول مئات الكيلومترات على سبيل المثال. بالتالي هل يمكن تصنيف المغرب على أنها دولة زلازل؟ أم أن هذا التصنيف هو غير دقيق بالدرجة الأولى؟ لا يمكن أن أعطي صفة 100% أنه هي بلد زلزالي. العديد من الدول معرضة للزلازل بسبب النشاطات الخاصة بالصفائح القارية. شاهدنا العديد من السنوات الماضية زلزال في نيوزيلندا، وهي نادرا ما كان يصيبها زلازل بهذا الحجم. فليس بالضرورة أن نصنف الدول على هذا الأساس. الدول هي معرضة للزلازل، وخطورة الزلزال كلما كانت أقرب من الخطوط الفوالق الزلزالية وأقرب إلى هذه النقاط النشطة في الصفائح التكتونية من طبقات الأرض. طيب المواطن العادي البسيط في أي منطقة في العالم هل يمكن أن يستشعر بأن هذه المنطقة التي يعيش فيها ربما تشهد بعض الزلازل سواء آجلا أو عاجلا؟ هل هناك أمارات على ذلك؟ يوجد العديد من المصادر للمعلومات للخلفية التاريخية للمناطق من ناحية الزلازل التي حدثت في هذه المناطق. أيضا يوجد العديد من التطبيقات والعديد من المواقع ذات الموثوقية من ناحية رصد الزلازل بشكل يومي، حتى الزلازل التي يمكن أن لا نشعر بها أبدا. فمن المهم بمكان المجتمعات المحلية والأفراد في المجتمعات بداية أن يستقوا المعلومات من مصادر موثوقة، وبنفس الوقت أن لا يبالغوا في ردات الفعل بناء على هذه المعلومات، وأن يتبعوا توجيهات السلطات المحلية وخطط الطوارئ المجتمعية أيضا. طيب هناك بعض الخبراء سيد فيصل الذين أشاروا إلى أن الزلزال في المغرب لم يقع في المنطقة الأكثر نشاطا في البلاد، هل هناك تفسير لذلك؟ بداية هذا الموضوع يعني نتركه لأخصائيين الجيوفيزياء يعطونا تفاصيل أكثر، لا زالت التحليلات يتم نشرها حتى الآن. ولكن مثل ما ذكرت سابقا الزلزال كمثال الذي حدث في تركيا وسوريا أثر على تغير في بعض التوجهات في طبقات الأرض في الشرق الأوسط كمثال في سوريا وتركيا. موضوع تأثير التغير المناخي، موضوع الفوالق الزلزالية القارية، هي كلها عوامل تؤثر. ليس بمكان أنه فقط في هذا المكان سيحدث زلزال بسبب حصول زلزال سابق في هذا المكان. يعني طيب زلزال الخيمة في 2004 هو بعيد عن المنطقة التي حدثت فيها زلزال البارحة. طيب أنتم في الصليب الأحمر ما أبرز أشكال الدعم التي ستوجهونها إلى المغرب وهل بدأتم بالفعل؟ كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كشبكة مكونة من 190 جمعية وطنية تحتها هي جمعية الهلال الأحمر المغربي. الهلال الأحمر المغربي كان موجود ومتواجد لا زال على الأرض منذ الدقائق الأولى ما بعد الزلزال، تقديم خدمات الإسعاف الأولي، الدعم النفسي، خدمات الإخلاء، مساندة السلطات المحلية في أعمال البحث والإنقاذ، نقل السكان، نقل الجثث، نقل المرضى وإسعافهم. كاتحاد دولي نحن على تواصل وثيق مع الهلال الأحمر المغربي، هو لديه مخزون الطوارئ الذي يقوم باستخدامه بالإضافة لشبكة المتطوعين المتدربين والمدربين على أعمال الاستجابة للكوارث. حاليا نقوم بحشد الموارد اللوجستية والمادية والمالية أيضا لزيادة حجم الاستجابة للهلال الأحمر المغربي في المناطق بناء على تقييم الاحتياجات الطارئة الذي يقوم به حاليا. طيب هل تم إبلاغكم من جمعية الصليب والهلال الأحمر في المغرب
بأهم المساعدات التي يحتاجها المتضررون الآن وبشكل عاجل؟ طبعا بناء على الخبرة الموجودة أيضا في الهلال الأحمر المغربي من الاستجابة للكوارث السابقة ومن ضمنها الزلازل السابقة، حاليا الأولويات تحدد في مجال خدمات الإيواء، المياه النظيفة، تأمين الطعام أيضا للأشخاص الذين لا زالوا خارج أماكن سكنهم. قام الهلال الأحمر المغربي في فرعه في مراكش بمناشدة العموم من ناحية التبرع بالدم لتلبية احتياجات المتزايدة في هذا المجال. الاحتياجات لا زالت تتضح، هي ليست قائمة نهائية بالاحتياجات، لا زالت الاحتياجات تتضح مع مرور الوقت من ناحية الاحتياجات في مرحلة الاستجابة الطارئة ثم مرحلة الانتعاش والتعافي. طيب، هل هناك بعض الضحايا في بعض المناطق لم يتم الوصول إليها حتى هذه اللحظات؟ طبعا هذا الموضوع أشارت السلطات المحلية لصعوبة الوصول في بعض المناطق الجبلية بسبب تساقطات الصخور، بسبب وعورة الطريق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأبنية الموجودة هي أبنية موجودة مبنية على الطرق التقليدية القديمة نوعا ما، فهذه كلها توجه تحديات لوجستية من ناحية الوصول إلى العدد النهائي، ولا زالنا نحن نتعامل مع الأرقام على أنها حصيلة أولية حتى تعلن السلطات الرسمية والسلطات المحلية انتهاء أعمال البحث والإنقاذ والانتقال إلى مرحلة التعافي والانتعاش المبكر. طيب، هناك بعض المصادر التي تحدثت عن انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الزلزال، هل وصلت إليكم معلومة بهذا الصدد؟ ليس لدينا معلومة لنؤكدها في هذا المجال، ولكن من الشيء المتوقع في ما بعد الزلازل أن تتضرر شبكات الاتصالات، شبكات المياه وشبكات الكهرباء. بطبيعة الحال يوجد أبراج نقل الكهرباء، محطات التحويل التي يمكن أن تتضرر بسبب الهزات الزلزالية أو الهزات الارتدادية. طيب، ولكن هل هناك توفر للأجهزة والمعدات الحديثة التي تستطيع التعامل مع الحالات الصعبة؟ أقصد هنا في الإنقاذ، معدات الإنقاذ. طبعا بناء على المعلومات التي توفرت لدينا السلطات المحلية بالإضافة للجهات الحكومية والرسمية في المملكة المغربية تقوم وقامت بحشد كل الطاقات الموجودة لديها. حتى الآن لم نتوصل بطلب مساعدة دولية في هذا المجال. رحبت المملكة المغربية بالتعاطف والتعاضد من الدول والشعوب الأخرى. حاليا يوجد العديد من الجهود التي تقوم، نذكر على سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، دولة تونس، الجهات الفاعلة في العديد المحلية كصليب أحمر الهلال الأحمر عبرت عن إمكانية إرسال فرق ومواد إغاثية لمساعدة جهود الاستجابة. طيب، ولكن ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم في عملية الإنقاذ هناك في المغرب؟ مثل ما ذكرت سابقا، هو إمكانية الوصول للمناطق الوعرة، خصوصا أن المنطقة التي تضررت هي أغلبها مناطق جبلية. إمكانية الوصول مع الأخذ بعين الاعتبار كاتحاد دولي لجمعيات صليب أحمر والهلال الأحمر نقوم بشكل يومي بمسح للمخاطر الموجودة في المنطقة. يتلاقى حاليا، يوجد لدينا إنذار من الدرجة الحمراء من ناحية إمكانية هبوب رياح وتساقط أمطار غزيرة في شمال أفريقيا وتحديدا في ليبيا والجزائر والمغرب. فالبرودة ليلا مع إمكانية تساقط الأمطار وهبوب الرياح هذا سيزيد من الأعباء على طواقم الاستجابة التي موجودة على الأرض منذ مساء البارحة. طيب، حتى الآن الحديث عن 1037 حالة وفاة جراء الزلزال، هل هذا الرقم مرشح للزيادة هنا سيد حسام فيصل؟ طبعا الأرقام تصدر عن جهات الرسمية، ولكن لا زالت هي حصيلة أولية، يمكن أن تزداد هذه الأرقام، ولكن التوقع بالزيادة ليس سيكون بطابع كبير. ولكن هذا الموضوع عادة وزارة الداخلية والسلطات الرسمية هي التي تعلن على الأرقام ضمن بيانات رسمية أيضا. طيب، بالنسبة هنا سيد فيصل للتعاون،
هل هناك بعض الجهات الأخرى التي تتعاون معكم في تقديم هذه المساعدات التي تقومون بها؟ طبعا نحن على تواصل مستمر مع زملائنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بالإضافة للشركاء الموجودين في العديد من الدول الذين أبدوا استعدادهم للدعم. دائما نحن نناشد جميع الجهات المانحة والجهات التي ترغب بتقديم أي مساعدة أن تنتظر بداية قائمة الأولويات، أن تقوم بعملية الاستجابة بشكل منسق وبتنسيق وثيق مع الجهات الفاعلة على الأرض لضمان عدم الازدواجية وضمان تأمين المواد والخدمات ذات الأولوية. طيب، ما الذي ينقصكم هنا سيد فيصل؟ نحن دائما نناشد الجهات المانحة بإعطاء التمويل المرن، أن لا يكون التمويل المشروط، مما يتيح لنا إمكانية الاستجابة حسب الأولويات التي يمكن أن تتغير في كل لحظة. هذا جزء أساسي نناشد فيها الجهات المانحة، أن يكون التمويل المرن وليس مشروط، وأن يكون التمويل ليس قصير الأمد، مما يتيح لنا أيضا مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي والبناء أفضل مما كان عليه سابقا قبل حدوث الزلزال. طيب، كما نؤكد على أهمية، يعني أعطيك مثال سريع. تفضل. قمنا بإعداد مشروع للتأهب للزلازل عقب زلزال تركيا وسوريا، فيه 8 دول وجزء منها كان المغرب. التمويل الذي كان متاح لأنشطة التأهب للسنوات القادمة يكاد يكون شبه معدوم، فنحن نؤكد على أهمية توفير التمويل أيضا لأنشطة التأهب وليس فقط لانتظار حدوث الكارثة وتقديم التمويل. وبالتالي كنت سأسأل هنا عن مدى الاستجابة لهذه النداءات التي توجهونها للجهات المانحة بضرورة إمدادكم بالتمويل اللازم لكي تستطيعوا القيام بمهامكم، ما مدى هذه الاستجابة؟ طبعا بداية نشكر كل الجهات التي تعرف وتقوم بتقديم الدعم المالي أو العيني أو من خلال الموارد البشرية. نعطي كمثال زلزال سوريا، نحن لم تصل تغطية نداء طوارئ اللي أطلقناه لما يزيد عن 50%، رغم كل الاحتياجات الإنسانية التي أعقبت الزلزال في سوريا. نتمنى أن لا يكون الوضع على ما هو في المغرب. طبعا المغرب بلد لديه قدرات، أيضا قدرات محلية، إن شاء الله ما يكون فيه احتياج كبير ضخم للمساعدات الدولية، ولكن ننظر أيضا لأعمال التعافي، عمليات الانتعاش، وأيضا عمليات التأهب لا سمح الله للكوارث والزلازل في المستقبل. طيب، هل لديكم إحصائية بعدد الأشخاص الذين ينتمون للصليب والهلال الأحمر في المغرب الذين يشاركون في عملية الإنقاذ وتقديم المساعدات جراء هذا الزلزال؟ على كامل التراب المغربي يوجد ما يزيد عن 8000 متطوع وموظف للهلال الأحمر المغربي على امتداد فروعهم في الأقاليم والجهات والولايات. في المنطقة الأكثر تضرراً يوجد ما يزيد عن 60 متطوع مدرب على أعمال الاستجابة للكوارث، وهنا كانوا القوة الأساسية في عمليات الاستجابة للهلال الأحمر المغربي منذ مساء البارحة. طيب، هل هم يتلقون تدريبات من نوع خاص لكيفية التعامل مع كوارث الزلزال؟ دائماً عندما نقوم بتدريب المتطوعين والموظفين على أعمال الاستجابة للكوارث، نؤكد بداية على احترام الكرامة الإنسانية، حق المجتمعات المحلية بالوصول إلى خدمة وخدمة منسقة وخدمة ذات جودة عالية. نقوم بتدريبهم على أعمال الإسعاف الأولي، أعمال الدعم النفسي الاجتماعي، أعمال اللواء، تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية، بالإضافة للخدمات القطاعية التقنية، والتركيز على الالتزام بمبادئ 7 الخاصة بالصليب الأحمر والهلال الأحمر من ناحية عمليات التزام مبادئ الحياد وعدم التحيز، الخدمة التطوعية الإنسانية الاستقلالية العالمية، وأيضا الوحدة في عملنا كصليب أحمر وهلال أحمر بالتنسيق كجهاز مناصر ومساعد للسلطات المحلية. طيب سيد فيصل، أنت تفضلت بأن هناك أزمة كبيرة في التمويل تعانون منها، هل أبلغتنا ب نسبة هذا النقص في التمويل؟ يعني كم تحتاجون من الأموال لسد هذا العجز؟ إذا تكلمنا بالمجمل، عمليات الاستجابة
حول العالم كصليب احمر وهلال احمر كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الاحمر وهلال الاحمر، الاحتياجات تتزايد ولكن دعم الجهات المانحه لا يتوافق مع حجم الزياده في الاحتياجات الانسانيه. على سبيل المثال نتكلم عن برنامج التاهب للزلازل الذي سيغطي 8 دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حتى الان لم نتوصل باي تمويل من اي جهه لهذا البرنامج. في عمليات الاستجابه ذكرنا كمثال نداء الطوارئ للزلزال في سوريا، لم يتم تغطيته اكثر من 50% من حجم الاحتياج بعد مرور ما يزيد عن 6 اشهر او 7 اشهر من الزلزال الذي ضرب سوريا. طيب، تفضلت بأن برنامج التأهيل للزلازل هو يغطي 8 دول في منطقة الشرق الأوسط، هل ذكرت لنا هذه الدول؟ الدول هي تحديدا الدول الأكثر عرضة بناء على المعلومات التاريخية التي قمنا بتحليلها بالإضافة إلى العمل مع الجمعيات الوطنية في هذه الدول. إذا ذكرنا شمال أفريقيا كجزء من هذه الدول، هي تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب طبيعة الاحتياجات وأيضا النشاط الزلزالي. ذكرنا من ضمنها المغرب، من ضمنها أيضا مصر، من ضمنها أيضا سوريا ودول الجوار أيضا. طيب، هل الدعم الذي تتلقونه هو دعم مالي ومادي فقط؟ أم أنه ربما يكون هناك دعم ببعض المعدات وبعض أيضا أشكال التموين الأخرى كالغذاء وغير ذلك؟ عندما نقوم بأي عملية استجابة لكارثة نطلق ما يدعى نداء الطوارئ ونحدد فيها الاحتياجات من الناحية المالية ومن الناحية العينية وأيضا الفرق التي نحتاجها عبر شبكة الاتحاد الدولي. كما نطلق ما يدعى بجدول حشد الموارد، نحدد المواد العينية ومواصفاتها وأعدادها التي نحتاج إليها في حال رغبة هذه المؤسسات بتقديم أو الجهات المانحة بتقديم مواد عينية أو معدات لدعم عمليات الاستجابة. طيب، في حالة حدوث الزلزال متى تطلبون هذا الدعم؟ نريد الوقت الزمني بعد، في وقت حدوث الزلزال، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، في أي وقت تطلبون هذه المساعدة؟ يعني نعطيك كمثال الاستجابة حاليا في المغرب، أطلقنا التقرير الأول عن الاحتياجات وعمليات الاستجابة في تمام الساعة 6 صباحا بتوقيت بيروت صباح اليوم. عملية إطلاق نداء الطوارئ تخضع لعملية تنسيق مع الجمعية الوطنية المستجيبة، في هذا المثال جمعية الهلال الأحمر المغربي، طبعا كجهاز مناصر للسلطات العامة. يوجد لدينا ما يدعى بصندوق الاستجابة لحالات الطوارئ أو ما يدعى بالديزاستر ريسبونس إمرجنسي فاند دراف، وهو صندوق موجود لدى الاتحاد يطلق مباشرة تمويل منه لدعم الجمعيات الوطنية قبل إطلاق نداءات الطوارئ، وهذا تم تفعيله أيضا في الاستجابة للزلزال في المغرب. طيب، منذ أن أطلقتم نداء المساعدة فيما يتعلق بزلزال المغرب، ما هي الجهات التي تفاعلت معكم حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها؟ العديد من الجهات المانحة والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا تواصلوا معنا وأعربوا عن تعاطفهم ودعمهم وأعربوا عن إمكانية إرسال مواد أو أشخاص لدعم عمليات الاستجابة. نحن نعمل على تنسيق هذا الموضوع لضمان عدم الازدواجية وأيضا ضمان أن الأولويات في المواد هي التي تعطى الأولوية من ناحية حشد الموارد. طيب، ولكن ما طبيعة هذه المؤسسات التي تفاعلت معكم؟ هل هي مؤسسات حكومية رسمية أم هي مؤسسات مجتمع مدني بالدرجة الأولى؟ بداية بشكل أساسي هي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر العديد من المناطق، يوجد أشخاص تواصلوا معنا، يوجد شركات من القطاع الخاص أيضا تواصلوا معنا وأعربوا عن تعاطفهم وأعرابهم عن رغبتهم بالدعم قدر الإمكان. يوجد أفراد يعني من الأمثلة، يوجد ممرضة في زيارة سياحية في المغرب، هي وزوجها أعربت عن رغبتها في دعم جهود الاستجابة
في المنطقة التي تتواجد فيها، وقمنا بتحويلها لزملائنا في الهلال الأحمر المغربي بإمكانية النظر كيف ستساعدهم في عمليات الإسعاف الأولي أو رفض المشافي التي تقوم بعمليات المعالجة للجرحى. فعملية الدعم قد تكون فردية وقد تكون على مستوى جهات ضخمة دولية حكومية أو غير حكومية. طيب سيد حسام، معذرة أطلنا عليك، ولكن هل أخبرتنا بطبيعة الدعم الذي تقدمونه الآن للمتضررين، وأيضا في عملية الإنقاذ التي تتم حتى هذه اللحظات؟ طبعا زملائنا على الأرض من الهلال الأحمر المغربي كعضو في الاتحاد الدولي للجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقومون بتقديم خدمات الإسعاف الأولي، خدمات الدعم النفسي، خدمات تنسيق خدمات التبرع في الدم وحشد المجتمعات المحلية في المناطق بالتنسيق مع السلطات الصحية في المناطق. حاليا يتم استخدام مخزونات الطوارئ من ناحية المواد غير الغذائية لتوزيعها على هؤلاء الأشخاص الذين لا زالوا في مناطق غير آمنة أو لا يمكنهم العودة إلى أماكن سكنهم. طيب المتضررون الذين ربما فقدوا منازلهم في هذا الزلزال، هل توفر لهم البديل؟ طبعا هذا الموضوع يخضع أيضا للقرارات من السلطات المحلية والجهات الفاعلة على الأرض من ناحية تأمين مأوى بديلة، هل ممكن يكون فيه مخيمات أو راح تكون عمليات الإيواء لدى السكن المضيف، لدى مجتمعات في مناطق غير متضررة، أو ممكن تكون فيه أيضا مراكز إيواء. هذا الموضوع تنسقه السلطات المحلية. الهلال الأحمر المغربي يوفر خدمات وليس يقود عمليات الاستجابة، لأن عمليات الاستجابة يتم قيادتها من قبل السلطات المحلية. طيب تفضلت بأن هناك العديد من الجهات التي تفاعلت معكم عندما وجهتم نداء المساعدة، سواء من الدول الإفريقية أو الدول الأوروبية، ولكن هل هناك من لم يتفاعل حتى هذه اللحظات وتنتظرون تفاعله؟ طبعا ذكرت ايضا الجمعيات الوطنيه للصليب الاحمر والهلال الاحمر والجهات الفاعله من الشرق الاوسط وشمال افريقيا كالكويت، تونس، قطر، الامارات، يوجد ايران ايضا اعرب عن استعدادهم لدعم عمليات الاستجابه من خلال شبكه الاتحاد الدولي. طبعا ننظر الى الجهات المانحه ايضا التي تعطي التمويل غير المشروط طويل الامد ايضا، مما يمكننا ايضا من تلبيه الاحتياجات او الفجوات في عمليه الاستجابه التي يمكن لا يمكن تغطيتها من الموارد المتاحه في الفتره قصيره الامد في بدايه عمليات الاستجابه. أشكرك شكرا جزيلا، ضيفنا من العاصمة بيروت الأستاذ حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، شكرا جزيلا.